ملف الحرب الروسية الأوكرانية أيضا كشف مصدر أمني مطلع أن إيران زودت روسيا سرا بكميات كبيرة من الرصاص والصواريخ وقذائف الهاون في حربها على أوكرانيا وتخطط لإرسال المزيد. وأضاف المصدر أن سفينتي شحن يطلق عليهما موسى جليل ووبكي ترفعان العلم الروسي غادرتا إيران بين 10 و12 من يناير متجهتين إلى روسيا عبر بحر قزوين وتحملان ما يقرب من 100 مليون رصاصة وحوالي 300 ألف قذيفة. وبحسب المصدر يعتقد أن السفينتين كانتا تحملان نحو 200 حاوية شحن مليئة بالأسلحة. وأكد المصدر نفسه أن الذخيرة الخاصة بقاذفات الصواريخ وقذائف الهاون والمدافع الرشاشة كانت مدرجة في الشحنات، مضيفا أن موسكو دفعت ثمن الذخيرة نقدا. وإلى جانب الدعم الإيراني يتزايد القلق في العواصم الغربية بشأن احتمال أن تبدأ الصين في تزويد روسيا بالأسلحة، وهي خطوة حذرت الولايات المتحدة من أنها ستكون لها عواقب وخيمة على بكين، فيما نفت الصين هذه المزاعم.